شيخ صالح، من خلال ما اطلعتم على رسائل المستمعين أو قرأت عليكم، لعلكم لاحظتم أن كثيرا من إخواننا يأتون إلى الحكي وهم لا يعلمون عنه إلا الشيء اليسير. هل من كلمة شيخ صالح لمن أراد أن يؤدي الحج والعمرة؟ نعم، من أراد أن يؤدي الحج أو العمرة أو أي عبادة من العبادات فإنه يجب عليه قبل الشروع فيها أن يعرف كيف يؤديها على الوجه الشرعي، ذلك بأن يتعلم أحكامها إن كان يستطيع أن يتعلم عن طريق القراءة، أو أن يسأل أهل العلم إذا كان لا يستطيع القراءة والتعلم، وبذلك يزول جهله ويؤدي العبادة. هذا الوجه المشروع، ومناسك الحج ليس فيها صعوبة، وصفتها على الوجه الشرعي مكتوبة في رسائل صغيرة تسمى بالمناسك، بإمكانه أن يقرأ رسالة منها مختصرة ويعرف من خلالها كيف يؤدي مناسك عمرته وحجه، وإذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل أهل العلم. والشأن هو الاهتمام، إذا اهتم المسلم بذلك إنه يتوصل إلى المطلوب بإذن الله.